المشاكل دكتور فعلياً اللي نواجهها هو التأخر في تشخيص الحالة. يعني الشخص يواجه آلام نقول طفيفة إلى متوسطة، يبقى نقول يمارس تمرينات معينة، يأخذها عن طريق محركات البحث، عن طريق الناس من حوله، آخر شيء يلجأ إلى الطبيب المختص لما تكون الآلام مبرحة أو بدأت فعلاً تنتقل إلى أطرافه. دكتور، ليه دائماً التعامل مع ديسك الرقبة أشد حذراً من التعامل مع ديسك الظهر؟ نعم، أسئلة ممتازة، راح اسمح لي أجاوب عليها واحد واحد. تفضل دكتور. أول إشي، متى كلياتنا ما في حدا إلا بيصيبه ألم في الرقبة. الآن آلام الرقبة مو شرط يعني ديسك، غالباً هي آلام عضلية، لأنه منطقة الفقرات العنقية هي فقرات بتتحرك باستمرار المفروض. الآن بسبب طبيعة حياتنا، كمبيوترات، جوالات، لابتوبات، تلفزيونات، صار وضعية الرقبة عندنا ثابتة تقريباً، وغالباً بوضعيات خاطئة. يعني يا أما قاعدين طول اليوم على الكمبيوتر، صحيح، يا أما على الجوال بالوضعية الخاطئة هاي. فالحركة اللي المفروض تكون موجودة أصلاً بفقرات الرقبة مش موجودة بشكل طبيعي، خلينا نقول متصلبة بالعادة. هسه هاي بتعمل مشاكل بالعضلات، مشاكل بالأربطة، ومشاكل بالغضاريف أو الديسكات. الأغلب هي مشاكل عضلات والأربطة، العظام. هذه بالعادة مرخي عضلي مع مسكن ألم، شوية مساج، علاج طبيعي، بمشي الحال، بصير الأمور تمام. الآن إذا استمر الألم وظل موجود أكثر من أسبوعين، لازم المريض يراجع الطبيب. إذا الألم بطل بس في الرقبة، مستمر دكتور على مدار أسبوعين ولا نقول متقطع؟ مستمر على، يعني حتى لو مثلا جاء الألم ساعتين ثلاثة في اليوم كل يوم على مدار أسبوعين، خلاص صار لازم يراجع الطبيب. إذا بلش الألم ينتشر للأطراف اللي هي الأطراف العلوية غالبا، الأذرع أو الكتف، المنطقة هاي ساعتها لازم يراجع الطبيب. إذا صار خدران أو تنميل بالإيدين، لازم المريض يراجع الطبيب حتى لو ما عدى عليه يومين. أوكي، إذا هذه هي إذن هنالك رابط بين الآلام الموجودة في الأطراف والتنميل وبين آلام اللي هو ديسك الرقبة. أحسنتي، لأنه ما نقول أوتار الكتف مثلاً. الآن الانتشار الألم من الرقبة إلى الذراع. أنا اللي يهمني دكتور من هذا السؤال عفواً هو نحدد وجهة المريض الأولى، هل نلجأ إلى طبيب العظام والمفاصل أم نلجأ إلى طبيب الدماغ والأعصاب والعمود الفقري عندما نواجه مثل هذا الألم؟ إذا كان الألم في الذراع كاملة، لازم يلجأ المريض إلى طبيب جراحة الأعصاب والعمود الفقري. عظيم. إذا كان الألم بالكتف وبزيد على حركة الكتف أو في تحدد بالحركة، يراجع المريض طبيب العظام، ممكن يفيده أكثر، لأنه غالبا بتكون مشكلة في نفس الكتف، نفس مفصل الكتف. الآن خدران معناها عصب، يعني إذا صار خدران معناها في عصب صار متضرر، لازم يراجع المريض طبيب جراحة الأعصاب. الآن لما نوصل لمرحلة إنه إحنا في عندنا ديسك رقبة، هل كل مريض عنده ديسك رقبة يعني شيء خطير ولازم يعمل عملية ومشكلة كبيرة؟ متى نقول بأنه ديسك الرقبة بدأ يؤثر على الأعصاب الحسية؟ متى نقول بدأ يؤثر على النخاع الشوكي؟ نعم، الآن الفحص السريري هو الأساس، مش الأساس لا صور ولا أشعة ولا تحاليل، الفحص السريري هو الأساس. إذا المريض يوجد عنده ضعف بالإحساس على الفحص السريري، أو يوجد عنده ضعف بالقوة العضلية في الأذرع أو في الأرجل على الفحص السريري، أو يوجد عنده اشتداد بالمنعكسات الوترية، ساعتها منقول الديسك ضاغط على النخاع الشوكي أو على مخارج الأعصاب، اللي هي المرحلة اللي نقول استدعي تدخل الجراحي. استدعي غالبا تدخل جراحي. الآن تدخل جراحي ما بيخوف زي أول، هذا اللي بيهمني أوصله للمشاهدين، ما بيخوف زي أول. هنالك تقنيات حديثة، نعم، دخلت وأسهمت في إنجاح العمليات والاختصار من مدة التعافي. أحسنتي، نعم صحيح هذا الكلام. الآن إحنا بنعمل عملية ديسك الرقبة بجرح صغير 1.5 إلى 2 سم في الرقبة بالمايكروسكوب، تدخل محدود، برجع المريض لحياته الطبيعية بعد العملية ب3-4 ساعات بدون أي محاذير إلا العناية بالجرح طبعا. صحيح. بنسبة نجاح عالية بتوصل 95% إلى 98%. الآن هذا الفضل للتكنولوجيا والتدريب عليها بالمايكروسكوب اللي عمل ثورة كبيرة في عالم جراحة الأعصاب والعمود الفقري.